محاورة رشيدة وإضافة سديدة لفضيلة الشيخ العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى. قال الإمام الشافعي رحمه الله: أحب الصالحين ولست منهم، وأرجو أن أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارته المعاصي وإن كنا سواء في البضاعة. فقال له من يعرف الفضل لأهله إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله: تحب الصالحين وأنت منهم، رفيق القوم يلحق بالجماعة، وتكره من بضاعته المعاصي، حماك الله من تلك البضاعة. وقلت متشبها بهما ومؤيدا لمقولة الحق التي قالها الإمام أحمد في حق أخيه الإمام الشافعي رحمهما الله تعالى: وما قال الإمام أراه حقا، ومن كالشافعي علما وطاعة، ويا ليت النساء يلدن دوما كمثل الشافعي في كل ساعة، شجاع ماجد حبر كريم، عظيم الزهد حليته القناعة، وفي شتى العلوم له اطلاع، كذا الأخلاق أسوته الجماعة، ويا رباه فارحمنا جميعا، إله الحق وامنحنا الشفاعة.